كم هي جميلة هذه الصور وكم هي رائعة هذه الأجواء في كرة القدم. كل التفاصيل مهمة، كل شيء يمكن أن يكون جزءاً مهماً ومؤثراً في متعتنا بالتأكيد، ونحن ما ننتظر في هذه المباراة. سنكون معكم بعد قليل في تغطية حصرية ومميزة، ابقوا معنا ولا تذهبوا. أحبائي المشاهدين في كل مكان، مساء الخير عليكم جميعاً. من ملعب بنفيكا نلتقي حيث الأجواء المميزة مع وعد بقضاء أمسية رائعة. معكم فارس عوض من كابينة التعليق ومتابعة لأحداث اللقاء. نرغب في مشاهدة مباراة مثيرة وممتعة في كل لحظاتها. البرتغال في مواجهة الأرجنتين، الإثارة كبيرة هنا، نتمنى بأن تستمر هذه الإثارة إلى داخل الملعب وأن نشاهد مباراة عظيمة من الجانبين. بق فيها، انطلق فيها، راح كرة بتتخلص وتبعد بمبدأ الأمان. وضح على الشاشة تشكيلة المنتخب البرتغالي. في حراسة المرمى ديوغو كوستا، روبن دياس سيلعب إلى جوار بيبي في الدفاع، رولو فرنانديز سيبدأ إلى جانب روبن نيفيس في الوسط، وفي الهجوم سيتواجد كريستيانو رونالدو. وصول الدعم من الزملاء في هذا التوقيت. التصدي لم يبعد الخطورة كاملة. أليكسيس. ولا مع تشكيلة منتخب الأرجنتين. إيميليانو مارتينيز يشغل حراسة المرمى، نيكولاس أوتامينديز سيلعب مع مارتينيز في قلب الدفاع، ليونيل ميسي سيبدأ مع دي ماريا في مركزي الأجنحة، وفي الأمام يتواجد رأس حربة وحيد في هذه التشكيلة. فرصة للتقدم في هذه اللحظات، والتصدي المميز الآن من حارس المرمى. مع الكثير من النجوم في الملعب، توقعي الشخصي بأن لياو لديه فرصة للتألق اليوم. لاعب يعرف من أين تؤكل الكتف، تتكلم عن لاعب قادر على صناعة الفرق أمام المرمى، لاعب كناص يسجل العديد من الأهداف. وصلت إلى ديبون، ليونيل ميسي، وصلت لماكاليستر، تصدي للكرة، لكن اللعب متواصل. تصدي ممتاز من حارس المرمى، الله على الإبداع. شوف المساندة، شوف طلب الكرة من الزملاء، فرصة للتقدم في المباراة. أوهو، أي فرصة كانت أمام ميسي. نعرف هذه كراته، هذه لعباته، لكن غاب التوفيق، غاب التركيز، غاب الهدف الأول، ضاعت فرصة الافتتاح. أي كرة يا ليو. برناردو سيلفا، برونو فرنانديز، خطيرة لكريستيانو، انقاذ جميل للتسديدة. ألفاريز، ليونيل ميسي، دي بول، ليونيل ميسي، قطع للكرة في الوقت المناسب. كريستيانو رونالدو، ما هذه التسديدة؟ تنفيذ سيء من زاوية ضيقة وفرصة بتضيع على الفريق، كان ممكن أن تستغل بطريقة أفضل بدلا من أن تخرج بعيدا عن المرمى. أليكسيس، هذه اللقطة المثالية يستعيد من خلالها الكرة من مسافة بعيدة. شوف اللقطة، شوف الكرة، صعب جدا دخول هذه الكرات. أعتقد هي مسألة وقت لكي يسجلوا هدف التقدم، يحاولون بقوة هذه اللحظات، وحارس المرمى يمنع فرصة هدف محقق. فرصة لهجوم مرتد في هذه اللحظات.
بيبي إلى رافائيل لياو. هجمة جديدة لمصلحة المنتخب البرتغالي. تصدي هنا لكن اللعب مستمر. حسمت الأمور وانتهت الخطورة. بالنظر إلى أرقام المباراة تتأكد بأن المباراة مثيرة، تتكلم عن الفرص، عن المحاولات، عن الإثارة، عن السرعة، عن المتعة. نتمنى بأن تستمر حتى النهاية. رافائيل لياو، تمريرة خاطئة هنا تتسبب في ضياع الكرة. دي بول، ممكن الفريق يستغل الوضعية ويبدأ هجمة مرتدة. تدخل متهور بين قوسين داخل المنطقة، لكنه تدخل شرعي في اللقطة الماضية. تدخل حاسم هنا في 18. بيبي يبعد الخطورة. الآن مع ماكاليستر، الأرجنتين تفقد الكرة الآن. بيبي، ضغط موجود على بيبي. ليونيل ميسي، كرة هدف الآن. تاكلينج نظيف، يا سلام على اللقطة. كريستيانو رونالدو إلى رافائيل لياو. وصلت إلى ألفاريز. إذن دقيقة واحدة مشاهدين محتسبة كوقت بديل. ديوغو دالوت، انطلاقة قوية في الثلث الهجومي. العرضية لا تشكل خطورة. شوف تدخل المدافع بشكل ممتاز. الشوط الأول ينتهي الآن. الفريقان إلى غرفة الملابس ولنا عودة بعد استراحة قصيرة. الشوط الثاني سيبدأ والتعادل سيد الموقف هنا. أليكسيس، دي بول، تقدم هجومي مميز من راقصي التانجو. ليونيل ميسي، كرة بشكل جميل. الله على الفدائية من المدافع. شوف اعتراض الكرة الماضية. تدخل رائع في توقيت مثالي. تحول هنا في الاستحواذ. هناك مساحات واضحة أمام المنتخب الأرجنتيني على الأطراف. والآن مع رافائيل لياو، تدخل ناجح هنا في اعتراض الكرة العرضية. ولا مع روبن نيفيز، تصويبة ممتازة للتقدم. فرصة ثمينة جدا تضيع من كريستيانو رونالدو. ماكينة الأهداف تعطلت فجأة أمام هذه الكرة. عادة لا نراها تهدر بهذا الشكل، لكن لسوء الحظ اليوم فرصة تضيع في ترجمتها إلى هدف. فرصة خطيرة مع ليونيل. تغير الوضع بعد أن بدأ الفريق يستحوذ على الكرة وأصبح هو المسيطر. كوستا،
ميسي بيعدي فيها، ميسي بيمر، الله على المرور، تدخل سليم ويبعد الخطورة. جواو كاسيلو، رافائيل لياو، ولام مع رافائيل لياو، ألفاريز، ليو ميسي، كرة باتجاه المرمى، وجدت الحارس بالمرصاد. ينطلق بالكرة، يتقدم فيها، نقلات حلوة، ممكن تكون فرصة خطيرة الآن. ولا مع فرنانديز، عادت من جديد لميسي، كرة خطيرة للتقدم في النتيجة. مباراة كبيرة من الحراس حتى اللحظة، يظهران بالمستوى المطلوب من قبل الجماهير ويفرضان التعادل السلبي. ليو ميسي، تسديدة من ميسي، مستحيل، ما هذا السيناريو، أي دراما هنا، تعادل سلبي طوال المباراة، وفي اللحظات الأخيرة تأتي الإثارة كلها وتدخل الكرة المرمى، هدف قد يحسم الأمور، قد ينهي المباراة. هدف الافتتاح اللي طال انتظاره، أول أهداف هذه المباراة يأتي في هذه اللحظات بعد شوط أول كان سلبي في النتيجة. رافائيل غوريرو، مرور ناجح بالكرة، برناردو سيلفا، دفاع ممتاز، قراءة سليمة لهذه المحاولة، راحت سهلة عند مارتينيز، ألفاريز، تدخل سليم في اللقطة، بيخلص الكرة، بيبعد الخطورة، دي بول، ألفاريز، ممتاز التدخل، شوف كيف قراها، جماهير تحاول بأن تدفع الفريق في الدقائق الأخيرة لتسجيل هدف التعادل قبل صفرة النهاية. ميسي بيعدي فيها، ميسي بيمر، الله على المرور، ليونيل ميسي، تصدي ممتاز من حارس المرمى، يعطي الفريق دفعة لتعديل النتيجة، كرة لو دخلت لكانت أنهت اللقاء قبل صفرة النهاية. ليو ميسي، تسديدة من ميسي، وحارس المرمى يتصدى، ضربة زاوية مرة أخرى، أوهو، تسديدة قوية، والتصدي في منتهى الروعة. 5 دقائق تفصلنا عن صافرة نهاية المباراة. رائع العرضية، لعب مستمر هنا بعد التصدي، الآن عليه استغلال المساحات والبحث عن كرة مرتدة، يتقدم بالكرة باتجاه المرمى، ولا مع ألفاريز، كرة هدف في هذا التوقيت، أوهو، هدف يأتي في توقيت قاتل، رصاصة الرحمة في هذه المباراة، فارق الهدفين في هذه اللحظات، الفوز يقترب هنا. هنا نتابع إعادة الهدف، ترجمة رائعة للفرصة، التواجد في المكان المناسب وفي مسافة قريبة من المرمى، أصبحت الفرصة هدف بالتأكيد.
هدف يوسع الفارق مشاهدينا. النتيجة الآن هدفين مقابل لا شيء. جواو كاسيلو. صافرة نهاية المباراة تنطلق في هذه الأثناء وتعلن عن نهاية اللقاء بفوز راقصي تانجو. فوز يعبر عن قوة الفريق ليس فقط كرويا لكن ذهنيا أيضا. هذا الأمر يجعله يعرف كيف يخرج منتصرا في مثل هذه المباريات. ظهر بمستوى جيد في مباراة اليوم، بذل مجهود كبير في الملعب، قدر أنه يخلق العديد من الفرص، توج واحدة من هذه الكرات بهدف ليساعد